سنة كده اللي تنزحم الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد. يا تكون قرف جاتك انتي 60 قرف يا مسمى تبري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله خلاص هتموتي على البحر. ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوزه امسح السلم من الوساخ ليكي شوفه حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين. الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيله خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي وانت عارف انه في الاخر اصلها الواطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن، أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص، لو أنت مش عايز تشتغل، تعال نسافر. أنا هقوم أحضر لك شنطتك، وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي. نغير جو، نقعد على البحر، ونشم هوا، وأنت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل احدف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير احدف لي صباع وانا اطير. اول نطير وانا اطير وانا اطير وانا اطير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي حرام عليك يا خالتي قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي حرام ايه يا خالتي بس؟ حرام عليك، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشه بدريه، احافظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه، خلاص؟ سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي هتفلك في وشها. الله يكرم اصلك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور. انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتيلي البيل بره ده. تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا، مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبله، ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايوه، ده صوره محترمه وانت مهزاه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خاطر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هما يا هما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بكوين يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليك انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟
ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا خلاص؟ في انا خطيبك انت هبله؟ هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوفي لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي، تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه. تؤمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخوني ولا تسيبني ولا تجرحني. اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص خلاص يا ابني. يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. حلاوة. يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي. الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي. مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنب يا بنتي. طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا مالها عن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف. بص انصاف، خدي يا بنتي خدي دول ها وروحي انت دلوقتي. لما تروق هي حنادين. كتر خيرك يا بيه. لا تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله هو انت؟ صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما الحقني يا سوكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم عدت في الحاره. ايوه نسي يافا دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه في الشارع. بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعال تعال يا سوكا. خدوني معاكم يا ولاد الحرام. ست كبيره ازيك؟
لابسه جلابيه سوداء وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست ايام بقى لنا يجي ثلاث ساعات ندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها، ده غنى ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق هم، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيها واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. يوه وده وعده يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفه تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا وامك اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خيه، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطع في اللي مكفين. ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بق شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. اروح ادور عليها، ربنا عطرنا فيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجنه. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش، سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. انت مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا. غوري من هنا احسن وتربت امي، افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف، خلاص خد يا حبيبتي، صلي على النبي، صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره، مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان ما فيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك، ها وجمدي انت قدها. ها ماشي الحمد لله. باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى. ها ماشي. اوكي ماشي، كلميني. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. السلام عليكم.